يعتبر الدوري المصري واحد من أقدم البطولات في تاريخ المنطقة العربية، وبيرجع تاريخ انطلاقه لسنة 1948، وبتقدم لكم المصرية أهم الأرقام القياسية والتاريخية للبطولة اللي بيسيطر عليها النادي الأهلي. أول هدف اتسجل في البطولة كان باسم محمد أمين لاعب الزمالك أيام لما كان اسمه فاروق في شباك المصري البورسعيدي. صالح سليم لاعب الأهلي هو الأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباراة واحدة برصيد 7 أهداف ضد الإسماعيلي موسم 57-58. حسن الشاذلي لاعب الترسانة بيمتلك الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد برصيد 34 هدف موسم 74-75. الأهلي سحب الرقم القياسي في تحقيق عدد الألقاب برصيد 34 مرة، وبرضه سحب الرقم القياسي في دوري اللاهزيمة برصيد 7 مرات. أكتر نادي بقى حقق المركز الثاني في البطولة هو الزمالك برصيد 35 مرة، وأكتر لاعب تحقيقا للبطولة هو حسام حسن برصيد 14 بطولة، 11 مع الأهلي و3 مع الزمالك. أكتر نادي بقى فاز بالألقاب بالدوري المتتالية هو الأهلي برصيد 9 ألقاب. أرقام كبيرة وكتيرة سيطر عليها النادي الأهلي في الدوري المصري مع منافسة دايمة للزمالك على لقب الوصافة. المهم قولنا في الكومنتات إيه هي الأرقام القياسية اللي أنت تعرفها وإحنا ما قلناهاش في الفيديو ده.